مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توك شو. في الفقرة الثانية من هذه الحلقة هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو التربية الأخلاقية للطفل وبداية سن المراهقة، مع الأستاذة فاطمة مجدي الحاصلة على لسانس الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر. إن شاء الله هنتكلم في هذا الموضوع في الفقرة الثانية، لكن في الفقرة الأولى هنضع بين أيديكم إنجازات جمعية إنقاذ حياة الطفل في الأسبوع الماضي، ومتطلبات جمعية إنقاذ حياة الطفل في هذا الأسبوع، وإن شاء الله تشاركوا معانا بتبرعاتكم وبمداخلاتكم أيضا. دكتورة إيمان، أهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذ مروان؟ أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة. الحمد لله. إنجاز الأسبوع الماضي، الحالة بتاعت الأسبوع بص، الماضي. احنا بفضل الله الفترة اللي فاتت كده كنا بنحاول نعمل دعم للمستشفيات اللي موجود فيها حالات عزل، فأتمنى بس كده الكاميرا تعرض الحاجات اللي احنا دخلناها. احنا دخلنا جهاز رسم قلب لمستشفى الحميات باسكندرية، ده غير الحالة بتاعت الأسبوع الماضي ده طبعا. غير اللي قبل. طبعا احنا عايزين نتكلم في يعني لا، دي الحالة اللي احنا كنا بنتكلم فيها الأسبوع اللي فات، سيميزيا دي حقنة علاج بيولوجي. كان عندنا حالة بتتحقن كل شهر تمام لمدة 6 شهور، تمام هي أم الثلاث أطفال، منهم طفلين عندهم مشاكل مناعية والأم كمان عندها مشاكل مناعية. الأسبوع اللي فات كنا بنأمل إن احنا نعدي يعني بيها ونقدر نجمع حق الحقنة، بفضل الله جبنا حقنتين، واحدة وعليها واحدة فري، كانت عاملة 9800. الجرعة دي مفروض جرعة شهرية لمدة 6 شهور، ما شاء الله، يعني كل شهر عايزة حقنة كده. احنا عندنا اللي يغطي شهرين، فاضل 4 شهور وربنا يدبر يعني بسم الأمر. الله ما شاء الله نقدر نقول تمت بفضل الله يعني. وأهم حاجة إن الحالة طلعت من المستشفى وفي بيتها، لأن العلاج البيولوجي بيدي نوع من الاستقرار لل دي فواتير دي الفواتير، بس احنا مظللين اسم الحالة يعني حفاظا على كرامة المشاعر. المواطن. تمام. في الجواب بتاع مستشفى الحميات بتاع رسم القلب، لا ده الجواب بتاع الميري اللي هي برضو مستشفيات الجامعة، ماسكات ان مسكات 95 وماسكات تمام. عادية، وفي الشيلز، في جواب، في جوابات تانية كمان. يعني قد ما نقدر كده بنحاول، زي ما قلنا قبل كده احنا بنحاول نحصر العدوى. ما شاء الله، كل ما انت اديت دعم طبعا اكبر. جمعية انقاذ حياة الطفل ليها مساهمة في يعني الحمد حصر لله عدوى فيروس كورونا الحمد طبعا، لله، بسم الله يعني ما شاء الله ربنا يعني. يكتب لنا ثوابها، لان يعني موضوع ما فيهوش هزار نوعا ما اكيد طبعا، بسم يعني. الله ما شاء الله، ربنا يبارك في سعيك يا دكتورة ويبارك في سعيك ربنا الجمعية كلها، يبارك بسم الله ما شاء الله يعني. فيك. فدي الله يكرمك. الجوابات اللي موجودة، وفي جالنا بفضل الله النهارده 900 وحاجة، مش عارفة العدد، قطعة ملابس أطفال مواليد. كنا في العادة لما عشان احنا عاملين ده بوست بنجمع متبرع. ملابس، احنا محتاجين ملابس لكل الأعمار، متبرع مستعملة أو يعني متبرع، بعت لنا دول الملابس اللي موجودة. هي ما واضح شاء ان الله هي ما شاء الله غالية جدا، بسم الله ما شاء الله. بالكيسة بتاعتها وورقتها، دي ملابس جديدة، 900 وشوية تقريبا، 900 قطعة قطعة صناديق، اهي اللهم صل على النبي، بسم صناديق الله ما شاء ومحطوط الله. عليها المودلز او الموديلات بتاعت حاجه الاطفال دي. المفروض تتوزع الفتره الجايه. كنا لما بيجي لنا حاجات زي كده في الاول كنا بننزل اسبوعيا ب 100 طقم، 100 طقم نلف بقى بيه مستشفى فوزي معز للاطفال، للناس اللي لسه مولوده في الحضانات، تمام. نروح دار اسماعيل بتاعت الولاده، الام كل ام تاخد لها طقمين للاطفال. ممكن يكون الفتره دي هيبقى محدوده شويه عشان قصه المستشفيات والانفكشن كنترول ومكافحه العدوى، الناس تيجي تستلم من عندنا، لكن في العاده احنا كنا بنتواصل مع المستشفيات وننزل نوزع تمام. مع الحالات اللي طيب لسه دكتوره والده. ايمان معانا اول مداخله، استاذه ياسمين السلام عليكم. الو 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 ياسمين، الحمد لله، مين بقى حضرتك؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ها انت عندك كام سنه؟ ايه الو. طب انت منين؟ شكرا لحضرتك يا استاذه ياسمين، عاود الاتصال بينا مره اخرى، اتفضلي يا دكتوره هي كمان. الطفله ياسمين على طبعا فكره. لا طبعا الاستاذه ياسمين اتفضلي. لا الاطفال بيبقى لهم حضور على فكره، طبعا هنكبرهم طبعا. ليه؟ ده احنا عايزينهم يعيشوا سنهم، احنا كل السنين اللي فاتت دي بنكافح في حته المرض عشان الطفل يعيش سنه، ما ياخدش تجربه تبقى، طبعا كله بتاع ربنا، بس تجربه المرض تبقى تقيله جدا على الطفل وتقيله على الاهل، بتبقى مرهقه للاهل نفسيا وماديا، والطفل بتبقى مرهقه نفسيا جدا. فكنا حتى بنحاول نعمل حفلات، نخرج الولاد في اماكن مفتوحه، نروح بيهم لو يومين ولا حاجه مصيف، ونقسم الحياة على يومين، يوم ويوم،
بحيث ان الـ 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 الاطفال دي تعيش جزء من حياتها كطفله او نرجع أطفال. لمرجوعنا بالنسبه لمتطلبات جمعيه انقاذ حياه الطفل في الفتره دي او والله بص احنا عندنا يعني في حالات حاليا عندنا حالات كورونا منهم حاله تقيله جدا امراه معيله لطفله كانت زرعه نخاع الطفله عندها 12 سنه البنت الحمد لله بفضل الله لحد دلوقتي متسيبه الحمد لله الام طيب. هي يبدو ان ياسمين جت لنا تاني جت. ياسمين السلام عليكم ياسمين ياسمين انا عامله ايه الحمد لله انت عامله ايه كويس انت عارفه الحلقه النهارده عشانكو كل الحلقات عشانكو عرفيني بقى بنفسك ايه انت منين وعندك كام سنه الاول ياسمين. طيب ياسمين انت مش عارفه تتصلي بينا عاودي الاتصال مره اخرى طيب المطلوب للحاله دي يا دكتوره بص احنا يعني احتمال تدخل النهارده هي عنايه احنا من بقالنا يومين ثلاثه معاها عملنا لها اشعه مقطعيه على الصدر وهي كان اصلا عندها ورم يعني الام عندها مشاكل كتير هي هي اللي تعبانه ونسبه الاكسجين النهارده كانت قلت جدا فبنحاول ان انا طبعا احنا عزلناها في البيت وبنحاول وانا جايه كده معاك في العربيه بنحاول نشوف لها مكان في مستشفى بحيث ان هي تبقى تحت الملاحظه لو دخلت هتبقى تكلفه تانية خالص يعني بتتكلم لسه كانوا قايلين لي تامين 15 ومن 5 ل 7 في اليوم بلس بقى ان احنا بعتنا بفضل الله اكل بعتنا الادويه يعني انا بعت لها شويه ادويه كده وفيتامينز مستورده مش البروتوكولز برضو العادي لان الست يعني محتاجه رعايه كامله تمام وربنا يسلم لبنتها يعني ان شاء الله في حالات تانية برضو عندنا برضو كورونا احنا عازلينهم في البيت منهم واحده عندها اوتو اميون مرض مناعي عندها طفلين والاب مش موجود يعني توفاه الله دول ايتام حاله ايتام بس دي حالتها لحد دلوقتي الحمد لله مستقره وكلامها والنفس والكلام ده كله يعني الدنيا مستقر تمام وحالة تانية كانت بتشتغل عاملة في مستشفى ومفروض ترتاح 10 يعني ايام يعني احنا بنتكلم هتقعد مثلا كام يوم في المستشفى؟ الله اعلم دي يعني مثلا هنقول مثلا في المجمل بند التأمين 15 في المجمل تمام. احنا محتاجين دعم للحالات المرضية ايا كان طب ما تخلينا في بس في الحالة اللي موجودة الان عشان نخاطب الناس في قصة التبرعات يعني ربنا ييسر كده وبعد الحلقة نقدر نحجزها في نكلم كام حد كده ونحاول نحجزها هو المشكله ان احنا مش قادرين نحجزها لحد دلوقتي لان مفيش تبرعات ليها يعني احنا ماشيين بالحاله فطبعا انا محتاجه مستشفى تقبلها من غير ولا مليم الاول لحد ما نجمع لها او حد يجي ويقول يا جماعه والله انا هشيل الحاله ديت ويدخلها بقى اي مكان مناسب الله المستعان يعني في اسكندريه ارجو من الساده المشاهدين ان هم يتواصلوا مع جمعيه انقاذ حياه الطفل ويتواصلوا يعني حضرتك عايز تتبرع تتبرع على حساب 410 63 154 على 1 63 154 او التواصل على ارقام الجمعيه الموجوده على الشاشه حضرتك عايز تتبرع للحاله الموجوده معانا النهارده ممكن حضرتك تتواصل مع الجمعيه من خلال الارقام الموجوده حاليا على الشاشه انا استاذن استاذ مروان اقول الارقام اتفضلي يا دكتور 0127 22 24 464 0127 22 24 468 0127 22 24 465 0127 24 24 463 الاساس 0127 22 24 46 مره 3 ومره 4 ومره 5 ومره 8 تمام ما شاء الله يعني حضرتك عايز تتواصل اتصل بالارقام دي وان شاء الله يوصلوك بالجمعيه هي ارقام الجمعيه او للتواصل عايز تحط تبرعك في حساب الجمعيه عبر حساب 410 على 1 63 154 بنك مصر طبعا بنك مصر. ان شاء الله وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله او يرسلنا على الصفحه واللي عنده حالات تعبانه ونقدر احنا نعمل لها سبورت والله المستعان يعني ان شاء الله يعني باذن الله باذن الله الله المستعان ان شاء الله ربنا يبارك فيك كده اعتقد ان يعني عرضنا اللي احنا عايزين نعرضه في الفقره دي ان شاء الله بامر الله ان شاء الله مشاهدينا الكرام ان شاء الله في الفقره الثانيه موعدنا مع التربيه الاخلاقيه للطفل وبدايه سن المراهقه مع الاستاذه فاطمه مجدي انتظرونا بعد الفاصل